صباح الخير، وحشتوني قوي قوي قوي، وانا عارفة ان انا كمان وحشتكم. النهاردة الدنيا مغيمة خالص برا، لان احنا هنا في كندا في موسم الخريف، فعلا بيبقى خريف عندنا. اوراق الشجر بتقع، وبس الالوان، يعني انا مش هقدر يعني اقول اي حاجة وحشة في الخريف، لان انا بحبه جدا جدا، من الشهور قصدي من الفصول اللي انا بعشقها. فكل كام يوم كده لازم الدنيا تظلم والسما تتملي سحب، وتقعد يومين ثلاثة كده مغيمة، وبعد كده تروح منزلة مطر بقى ايه، والشمس تطلع تاني وتبقى حلوة قوي. بس مش هو ده الموضوع اللي انا عايزة اكلمكم فيه النهاردة. من فترة سيدة جميلة فاضلة ربنا سبحانه وتعالى اداها جمال رباني حلو قوي قوي قوي، بتقولي انا بتجنب ان انا ابص لنفسي في المراية علشان شكلي ما بقاش عاجبني. طب ليه يا ستي؟ بشرتي بقت مش عارف فيها ايه، تجاعيدي كذا كذا كذا. وانا قاعدة معاها، طبعا انا بحط كريم ولازم يعني ما سافرش في اي حتة وما اروحش في اي حتة الا لما يبقى معايا شنطة الكريمات بتاعتي والحاجات بتاعتي اللي لازم لازم احط منها كل يوم. طب حطي كريم، ده مرطب، ده مش حاجة. لا 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 لا، انا مش بحط الحاجات دي. المهم بعد فترة جبت كتاب، كنت مأجلة قرايته شوية، كتاب لجون كرافورد. هي ممثلة من هوليوود من أيام زمان قوي قوي قوي، وممثلة مشهورة جدا جدا ومعروفة جدا جدا، وليها أدوار صعبة قوي، من الممثلات اللي هم يعني ليهم ثقل ووزن، لأنهم بيمثلوا مش عشان هم جمال وبس. هي طبعا ربنا حباها طبعا بجمال رباني، لكن في الكتاب بتتكلم على حاجات كتير قوي قوي في حياتها كسيدة وكممثلة وكأم وكبزنس وومن، لان هي كمان الى جانب انها كانت بتمثل وممثلة مشهورة ومعروفة، كمان كانت متزوجة من رئيس مجلس إدارة شركة بيبسي، وكانت يعني involved قوي في الشركه وشغلها وتطوراتها، وبتسافر معاه، وبعد حتى ما مات بقت عضو مجلس اداره. فيعني ست يعني ممكن يتقال عليها ان هي ناجحه، او ان حياتها كمان affluent، حياتها كويسه. طبعا كان ليها مشاكل تانية، مش هو ده الموضوع، مش على جون كرافورد الانسانه، ولكن حتى جزئية صغيرة قوي هو البيوتي روتين بتاعها، الروتين الجمال اللي كانت بتتبعه. واستعجبت جدا جدا ان هو روتين بسيط قوي. دايما لما نفكر في نجمات هوليوود ونجمات السينما اللي تحت ايديهم أطباء التجميل والجراحين وأحسن الماكيرز اللي هم اللي بيحطوا ميك اب، وأحسن اللي بيعملوا الشعر، وأحسن وأحسن وأحسن، نتخيل كده إنه إيه ده؟ ده يعني حياتهم معقدة قوي. لكن لما قريت عن نجمات هوليوود، وده موضوع استهواني الفترة، لقيت ان الروتين بتاعهم احيانا يعني بيكون بسيط قوي وفي متناول كل واحد فينا وكل واحدة فينا، يعني مش مسألة معقدة قوي. طبعا في منهم عملوا عمليات تجميل كتيرة قوي عشان يصغروا مناخيرهم ودقنهم ويحطوا خدود ويعملوا مش عارف ايه والكلام دو، لكن كان في روتين يومي بيتبعوه. فجمعت من الكتاب، أنا طبعا كان فيه نصايح كتير قوي وحاجات كتير قوي، فجمعت من الكتاب الحاجات اللي هي كانت بتعملها بشكل يومي. والفترة اللي فاتت حوالي 10 أيام أكتر شوية كنت بتبع الروتين بتاعها ده، وعلى قد سهولته وبسطته وما بياخدش وقت كتير، على قد ما حسيت ان نتيجته ابتدت تبان.
اول حاجه واصعب حاجه في الروتين كله، ان هي كانت بتغطس وشها في طبق مليان تلج. طبعا انا جربت الموضوع ده، جبت طبق ومليته تلج وميه وغطست وشي فيه، وفجأة حسيت بصداع فظيع 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 لا يوصف، عشان جيوبي الأنفية. لأن أنا كمان كنت قريت قبل كده إن الموضوع ده بيريح الجيوب الأنفية ويزيل احتقان الجيوب الأنفية. محدش يعمل كده، محدش يعمل كده. على الأقل معايا أنا كان فاجعة، صداع فظيع جدا جدا جدا. قعدت كذا يوم مش قادره يعني اسيطر على الصداع اللي عندي، لانه عمل لي برين فريز، كأن مخي اتجمد. طيب لا، ده هي كمان مش بتغطس وشها مره واحده، دي بتعمله 25 مره. فطبعا قعدت فكرت كده، طب انا ازاي يعني ممكن اعمل الكلام ده 25 مره؟ ده تعذيب. فقلت خلاص انا هعمل بس بالميه الساقعه البارده قوي 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 اللي نازله من الحنفيه. وبعد ما غسلت وشي قعدت اغسله 25 مره. عايزه اقول لكم من اول مره ما قدرتش طبعا اوصل لل 25، كانت ايديا تلجت وكان وشي تلج وما قدرتش خالص خالص اوصل لل 25. لكن على مدار الايام يوم ورا يوم فعلا وصلت، والنهارده عملت ال 25 غسله دول. وده يمكن اللي شجعني ان انا اكلمكم النهارده عليه. عايزه اقول لكم ان كميه الانتعاش اللي انا كنت حاساها فظيعه جدا جدا، مع انسانه بقى متعوده ان هي تستخدم الميه الدافيه، طبعا ده كان ايه ده، شوك صدمه. وفعلا فعلا حسيت ان هو كان حاجه كويسه قوي. وافتكرت حاجه، يعني جدتي الله يرحمها كانت دايما دايما تغسل وشها وتتوضأ بالمية الباردة صيف وشتاء. أنا كنت دايما أشوف إن وشها ما كانش فيه تجاعيد، مفيش غير آخر سنة، السنة اللي توفت فيها، هي اللي فجأة كل حاجة طبعا في جسمها بتنهار. وطبعا يعني روتين حياتها مختلف خالص، شبه ما فيش روتين، أغلب الوقت كانت بتبقى نايمة، كانت بتصحى بالعافية عشان تروح تتسند عشان تتوضى عشان تصلي. السنة دي هي اللي ظهر على وشها التجاعيد الجامدة قوي. لكن لغاية قبل السنة دي، لما نفكر في امرأة ثمانينية عندها 80 سنة وجسمها سوري ووشها وبشرتها صافيين ومفيش تجاعيد كتير، فطبعا فجدتي كانت دايما دايما تغسل وشها بالميه البارده. فدي حاجه جميله يعني ايه اتعلمتها من جون كرافورد، وافتكرت ان جدتي كمان بتعملها. الحاجه التانية اللي بتعملها في الروتين بتاعها ميه الورد. تخيلوا ميه الورد بتاعتنا، طب ما احنا عندنا مية الورد بنجيبها من عند العطار ولا من عند البقال، وبنحطها على الرز بلبن وبنعمل فيها الكلام ده كله. فجبت مية الورد وحطيتها في ازازة ليها بخاخ، وبعد ما بقيت اغسل وشي واشطفه بقى بالمية الباردة كذا مرة، اروح رشاه بمية الورد. ريحة مية الورد منعشة جميلة قوي، و تأثيرها برضو على البشرة حلوة قوي ورخيصة مش غالية. النقطة الثالثة بقى هي ترطيب البشرة. هو كان فيه طبعا كريم حلو هي بتحبه، لان هي كانت بشرتها جافة قوي. طبعا لما دورت على الكريم ده لقيته يعني غالي شوية، مش في الرينج يعني اللي اقدر يجيني قلب ان انا اجيبه، لكن الناس بتتكلم كتير قوي قوي عن انه كريم حلو خالص، ومش هي بس اللي كانت بتستخدمه، كان في كذا حد في هوليوود بيستخدمه. لكن النقطة هنا مش هو انواع الكريم اللي بنستخدمه، هو الترطيب البشرة. بشرتنا من الخروج والمرواح والمجي والتلوث والسترس بتنشف، حتى اللي بشرتهم دهنية. انا هنا بتكلم على المية اللي موجودة في البشرة مش الدهون اللي موجودة في البشرة. فاحنا محتاجين نعمل ترطيب للبشرة بشكل دائم وكل يوم.
نوع الكريم اللي نستخدمه ايه، كل واحد على حسب اللي ينفع معاه. انا مثلا واحدة من الناس بحب كريم نيفيا جدا جدا، كريم جلايسوليد بيعملي حساسية لان الجليسرين بيعملي حساسية جديدة جدا جدا. في كمان دوف، ودي ماركات وحاجات موجودة في الصيدلية واسعارها مش غالية قوي. في كمان ايفا كريم، ايفا المصري كريم رائع، انا بجيب بالصبار وبجيب بالعسل، دول الحاجتين اللي مفضلين عندي عشان انا بشرتي دهنية، فانا بجيب الحاجة اللي تنفع معايا، لكن هو في النهاية كريم ترطيب. عايزين تعرفوا ايه اللي بينفع معاكم، هاتوا علبة صغيرة، دايما هتلاقوا عند الصيدلية الكريمات ليها مقاسات، هاتوا اصغر علبة من الكريم من نوع معين، وما تقعدوش تسمعوا بقى الصيدلي، لان الصيدلي عايز يبيع اغلى حاجة عنده احسن حاجة عنده. مثلا لو حد فيكم ما استخدمش كريم نيفيا خالص، روحوا دوروا على اصغر علبة، هي فعلا قد كده، اصغر علبة في كريم نيفيا، واستخدموها مثلا لمدة اسبوع وشوفوا هينفع بشرتكم مش هينفعها، هيعمل له اريتيشن، يعني بشرتكم هتستجيب ازاي للكريم ده. لكن ترطيب البشرة كل يوم ده اساسي، لان وجسمنا وجلدنا يعني ده اكبر عضو في الجسم. انتوا عارفين الجلد الاطباء وعلماء التشريح بيعتبروه عضو من اعضاء الجسم، فالترطيب مهم جدا جدا بكريم بسيط رخيص، مش لازم يبقى غالي. من الحاجات التانية اللي كانت كاتبة عنها ان هي بتغسل عينيها، بتحط قطرة، فطبعا هي في يعني مسحوق كده معين بتعمله، لان الكلام ده كان زمان قوي قوي قوي، فكانت اغلب الادويه واغلب الحاجات تركيب اصلا، فالتركيبه دي اصلا كانت تركيبه قطره العين، قطره العين اللي هي غسول للعين. وده نبهني ان فعلا احيانا احس كده ان عينيا متعباني، عينيا كان فيها رمله، بس انا ما عنديش رمل ربيعي، احساس الرمله في العين احيانا بيبقى جاي من اللي عندهم رمد ربيعي، الحساسيه بتاعه العين، فده لا ده موسم حساسيه العين ولا في حاجه في الجو عامله لي الحساسيه، بس حاسه ان عينيا كده، وممكن تبقى حمراء وممكن البياض بتاعها ما يبقاش صافي. فهي كانت بتغسل عينيها كل يوم، فانا قررت اروح اجيب قطره. انا لسه ما جربتش الموضوع ده، لسه ما دخلتوش في الروتين بتاعي اني اجيب قطره غسول للعين. دي قطره لا هي بتاعت حساسيه ولا بتعالج ولا اي حاجه، ده مجرد غسول للعين، ونحطها في عينينا نغسل عينينا. وبيقولوا ان ده كان سبب من اسباب ان عينيها كانت برايت، عينيها كانت بتلمع، وان البياض بتاعها كان واضح، وان ما كانش عينيها دايما ما كانش فيها اللي هو الاحمر اللي بيبقى في العين. واعتقد ان ده كمان بيريح كمان العين المجهده من طول النهار بمققين عينينا في كتابه، في قرايه، في السلفون، في كل الحاجات دي. 1 2 3 4 5 الجزء الخامس في الروتين بتاعها ان هي كانت بتمضغ لبان. طبعا اللبان عندنا يعني له سمعه وحشه قوي، ان او على الاقل في عيلتي يعني، ان الست او البنت اللي بتمضغ لبان مش كويسه، وطبعا في اللي بيمضغ لبان طبعا ده منظر مش حلو قوي بكافه الاحوال، وفي اللي هو مضغ اللبان ببساطة. فهي كانت بتقول ان مضغ اللبان بيمنع تهدد الحتت دي، وبيحرك عضلات الوش والفك والرقبة، ففعلا يعني هو كأنه تمرين. فدي حاجة مثلا كانت بتعملها، بس طبعا ما كانتش بتمضغ لبان قدام الناس، ما كانتش بتمضغ لبان بشكل على طول، كانت بتمضغ اللبان في الوقت اللي هي مفيش حد موجود معاها، محدش هيشوفها وهي بتعمل الكلام ده. النقطة السادسة في روتين الجمال بتاعها، وده بصراحة انا مترددة قوي 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 ان انا اعمله، ماسك البيض للشعر.
زمان وانا في الجامعه كان في بنت زميلتي شعرها رائع ما شاء الله لا قوه الا بالله، وكانت بتقول ان هي كانت بتعمل ماسك للشعر من البيض كل اسبوع. طبعا لما قلت لماما قالت لي ايه ده يع ريحه الزفاره، لا 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 ده حاجه مقرفه. كمان بيقولوا ان المايونيز للشعر حلو. جون كرافورد في الكتاب بتاعها، لان انا قريت الكتاب بتاعها، لا مش قريته انا سمعته بصوتها، وده بصراحة كان ان هي صوتها حلو جدا جدا وممثلة كمان، فعيشتني في حياتها بشكل يومي. فقالت بدل ما اجيب المايونيز، المايونيز اول حاجة اغلى من البيض العادي، تاني حاجة انه ممكن يكون محطوط عليه حاجات تانية هي مش حباها، كيميكالز ومكسبات طعم ومواد حافظة ومش عارف ايه والكلام ده. وهي كانت بتحب تعمل حاجات كتير قوي بنفسها لانها كانت طباخة هايلة، وكانت بتخاف برضو من المواد الحافظة والحاجات دي، فكانت بتعمل ماسك البيض بنفسها في البلندر في الخلاط، بتفقش بيضة وتحط عليها زيت زيتون، تحط عليها ليمون وتضربه قوي قوي قوي، وبعدين تحطه على شعرها لمدة نص ساعة وتغسل شعرها. خدوا بالكم النقطة دي مهمة قوي، بماء فاتر، لان بتقول لو حطيته على شعركم مية سخنة البيض هيتحول لسكرامبلد ايج، بيض اومليت، وريحته مش هتروح من الشعر، فلازم يتغسل الشعر بماء فاتر بعد ما يقعد الماسك ده على الشعر نص ساعة، تغسله بماء فاتر لغاية ما يروح خالص خالص خالص، بعدين تغسله بقى كذا مرة بالشامبو بتاعها. وفي صديقة من صديقاتي كانت فعلا بتعمل البيض، بس هي ما كانتش بتعمله ماسك بالشكل ده، وهي كانت بتفقش بيضة وتربها وتحطها على شعرها، وبرده كان شعرها حلو جدا جدا. لان انا فكرت كده، ما هو في النهاية البيض بروتين والشعر بيمتص اي حاجة بتتحط عليه، وزيت الزيتون حلو والليمون حلو، بس هو بيصفر الشعر، وهي اوريدي كان شعرها اصفر وبتصبغه الوان فاتحه شويه، فده بالنسبه لها مش مشكله. لكن كمان في نقطه حلوه في الليمون، الليمون والخل كمان بيضيعوا القشره لو في قشره في الشعر. فبيض وزيت زيتون وليمون ويتضربوا في الخلاط ويتحط ماسك الشعر لمده نص ساعه. كانت بتعمل الكلام ده كل اسبوع، يعني هي كان عندها روتين يومي وكمان كان عندها روتين أسبوعي. النقطة 1 2 3 4 5 6 7، السبعة إن هي كانت برضو بتهتم بالكوعين والركبتين، وكانت بتقول إحنا مش شايفين كوعنا لكن الناس شايفانا من ورا وشايفين الكوع بتاعتنا. وانا واحدة من الناس، الكوع بتاعي مسود لانه دراي، ودايما وانا صغيرة مامتي كانت تقولي ما تسنديش كوعك على المكتب، لاني كنت دايما اقعد واسند كوعي، فكان طبعا الاحتكاك، وطبعا ركبي ملخبطة خالص، لان وانا صغيرة كنت بلعب كتير وكنت بقع وكنت بتكعور وكنت وعندي كذا جرح مشوهين ركبي. فهي كانت بتهتم كمان بالحتت، يعني بالحاجات الصغيرة دي، وكانت بتاخد ليمونة وتعمل بيها الكوع. ولما قريت كمان في الموضوع ده ان في بعض المناطق في الجسم بتبقى عرضة اكتر انها تجف، لانها اولا عند حركة، لان ده مفصل، فاحنا طول النهار قاعدين عمالين نحرك، فالجلد هنا رقيق قوي ومفهوش خلايا دهنية، فالبشرة في المنطقة دي مش متغذية خالص خالص خالص، والبشرة الجافة بتعجز بسرعة. فبرضو كانت بتستخدم الليمون للكوعين والركبتين. اخر نقطه بقى في الروتين بتاعها، ان هي كانت بتستخدم الخيار، وكانت بتستخدم الخيار يا اما بتحطه في الميه اللي بتغسل بيها وشها، يا اما بتحطه مباشره على الوش. وفعلا انا بعمل الموضوع ده، ويمكن اكتر حاجه كنت بحطها على عينيا. دايما كنا نشوف في الافلام الست حاطه كريم كتير وحاطه خيارتين، لكن اكتشفت ان الخيار ممكن يتحط على الوش كله والبشرة كلها. هو ده روتين جون كرافورد، واحدة من
انجح ممثلات هوليوود، وتعتبر واحده من اجمل الممثلات في هوليوود، وقويه الشخصيه جدا جدا جدا. هل في حاجه في الروتين ده مش تحت ايدينا، مش متاحه لينا؟ لا، كل حاجه متاحه لينا. انا بستعجب جدا ان في قنوات على اليوتيوب كلها على الوصفات الطبيعيه، وفي يعني الاف الفيديوهات على وصفات طبيعيه، ومع ذلك يعني كنت اشوف الناس في الشارع المصري طبعا منهكه ومرهقه واحساسها النفسي في الحضيض شويه، لكن كانوا يصعبوا عليا على فكرة. النظافة مش متعلقة بانت غني ولا فقير، ولا سعيد في حياتك ولا مش سعيد في حياتك، ده بالعكس النظافة جزء من سعادة حياتنا. اهتمامنا بنفسنا وبشرتنا وبشكلنا مش عشان نبقى جمال، عشان نبقى أصحاء. كل حاجة معطوبة في جسمنا بتظهر على وشنا. في الطب الصيني يعني كنت رحت الواحدة صينية عشان انا عندي مشاكل في الجهاز المناعي بتاعي، قعدت تبص في عينيا وتبص في بشرتي وفي لساني وفي ايديا وتضغط على ضوافري والكلام ده كله، وقالت لي كل حاجة باينة من بره، لان بشرتنا وشكلنا هو بيبقى عنوان الكتاب. فدي واحدة تحت ايديها كان يعني كل ما هو متاح لنجمات هوليوود، ومع ذلك الروتين اليومي بتاعها بسيط. لكن الكلمة الاساسية هنا انه روتين. روتين يعني ايه؟ يعني بتعمله كل يوم كل يوم كل يوم. فانا بقالي حوالي 10 ايام ماشي على الروتين دوا، ما عدا قطرة العين، لقيته سهل وظريف. او لسه ما عملتش ماسك البيض بتاع الشعر دوا، يعني انا عمري ما جربته، وفي نفس الوقت عشان يعني لماما وانا صغيرة قالت لي ايه ده، ريحته هتبقى وحشة مش عارف ايه بتاع، وهتيجي حشرات في شعرك والكلام دوا. يعني الاسبوع ده هجربه ان شاء الله. وكل مكونات الحاجات دي متاحة عندنا، ومش غالية، وما احناش محتاجين كميات كبيرة. احنا محتاجين شريحتين خيار لما نيجي نعمل السلطة، الليمونة بعد ما نعصرها خليها على جنب ما ترميش القشرة بتاعتها واستخدميها، زيت الزيتون شوية، معلقة زيت زيتون. يعني خلينا النهاردة نبتدي كده. وانا كلمتكم عن المواضيع دي قبل كده، وكان في تحديات الاسبوع، لكن اللي بيتفرجوا لاول مرة، دي مش اول مرة اتكلم على اهتمامنا بنفسنا، وان احنا نستقطع من وقتنا ربع ساعة نهتم بنفسنا، وده نوع من الحب كمان. يعني اهتمامي بنفسي نوع من الحب برضو. ده كان كلامي النهاردة، طولت عليكم، بس يعني حاولت ان انا اشرح لكم شوية حاجات، واتمنى ان انتوا تعملوا الروتين ده وتقولوا لي النتيجة. انا هكتبه لكم، هتشوفوه على الشاشة، وتقولوا لي النتيجة. بس ما تقولوليش النتيجة قبل ما تعملوا الموضوع ده لمدة اسبوع على الاقل، كل يوم كل يوم، سواء الصبح او بالليل، كل واحد على حسب جدوله. انا في حاجات فيها كنت بعملها الصبح، وفي حاجات فيها كنت بعملها بالليل. فنعملها مع بعض ونشوف النتيجة هتبقى ايه. صباحكم فل، اشوفكم المرة الجاية.